نورهان، اديتي النهارده حاجه جميله قوي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نورهان، حكايتك ايه مع الانشاد الديني؟ هو انا امي كانت دايما يعني بتقولي، اصلا امي كانت دايما يعني بتعلمني الحاجات دي، فانا بدات اتعلم، ولما المدرسه يعني اكتشفت ان انا عندي صوت قبل حنان طبعا فضلت تدربني كتير، ورحت مسابقه السنه اللي فاتت طلعت المركز الاول بفضل يعني وبفضل قبل حنان، وانا هنا النهارده يعني. نورهان، قولي لي الانشاد الديني بيمثل لك ايه؟ يعني ازاي بدات تعرفي الانشاد الديني، وهل حد بيعلمك ولا لا؟ هو ايوه بيعلموني يعني، المدرسه انا اتعلمت منها الدين والحاجات، واني لازم اتعلم، وانا بقيت عشان انا بحب رسول الله فبقيت بحب ان انا امدحه والحاجات دي يعني. هل في تدريبات معينه للصوت بتاديها، ولا تلقائي مع نفسك انت حاسه بال مع نفسي ايوه زي ما بتيجي كده. بتفرق كتير لو اتدربنا؟ يعني انت محتاجه تتدربي، محتاجه حد يدربك؟ لا يعني انا لوحدي يعني، وابله حنان كمان بتدربني. ف هناك اماكن معينه للتدريب الاكاديمي ممكن اوي تلجئي ليها عشان تحسني من صوتك وتحسني من ادائك؟ لا مش عاوزه. لا مش عايز، ليه؟ عشان انا بحب اكون مع نفسي، امي بتدربني وابله حنان كمان، فانا مش محتاجه ده يعني. قولي لي النهارده حصولك على جايزه وتقدير بيمثلوا ايه عندك؟ يعني هما حاجة مهمة يعني بالنسبة لي، إن أنا أثبت وجودي مثلا. أو هل هناك إنشاد غير مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أنواع أخرى من الإنشاد؟ أيوة، في بتنشدي في إيه؟ في أنت تدخليني يا رب الجنة، وصدى صوتك يناديني،